بص مين ماهد؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل. اديني قلم. عايز قلم تكتب؟ لا، قلم على وشي. قلم على وشك؟ انا مش عارف اموت مزيل اذا كنت صاحي ولا نايم. لا صاحي يا مصطفى. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. الله، انت عيان يا مصطفى؟ لا، عدم المؤاخذه، اعصابي مش كويسه ابدا. على العموم خطوه عزيزه اموت مزيل نايم. ميرسي قوي يا مصطفى، خد. ايه ده، انت كاتبه لي جواب؟ لا، موظفين الشركة جمعوا لك المبلغ ده عشان يساعدوك لحد ما تلاقي وظيفة. وعلى فكرة أنا كتبت شكوى للنقابة بتاعتكم عشان ترجعك الشغل. شغل؟ الله، بتضحك علي يا مصطفى. بضحك على إيه؟ الله، غريبة، أنت حالتك النهاردة متغيرة خالص. من فضلك رجع الفلوس دي لأصحابها. قول لهم إن أنا مش محتاج فلوس، مش عاوز فلوس. اتفضلي. انا عارفه ان انت عندك عزه نفس، لكن الزملاء لازم يساعدوا بعض. يساعدوا مين؟ ده انا عاوز اللي يساعدني في صرف دوت. شوف الافلاسي. ايه دول فلوس؟ امال كتاشين فلوس. 10,000 جنيه يا مدموازيل فلوس. فلوس جبتهم منين؟ ورثت حد؟ ورثت مين؟ ده انا اغنى واحد في العائله. الله، امال لقيت كنز؟ لا لا لا، تعالي بس اقعدي وانا افهمك. المهم ان انا اضيع ال 10,000 جنيه دول في 48 ساعه. بس ازاي؟ ازاي؟ انا هقول لك. الراجل اللي اداني الفلوس دول قال لي اذا قدرت اضيع ال 10,000 جنيه في 48 ساعه هيديني اكتر مما كنت اتصور، واذا ما ضيعتهمش هيرجعني افقر مما كنت. الكلام ده مش معقول مصطفى. قول بالحق، جبت الفلوس دي منين؟ انت ايه، مش مصدقاني؟ مش مصدقاني مصطفى. مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى هتيجي يا مصطفى؟ يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين، امتى هتيجي يا مصطفى؟ خد الازايز دي اطلقها وجيب بدلها ازايز جديده. مش شغلك، مش انا حر؟ شيل. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين، انت حتيجي يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العطارين، يا مصطفى. دكتور أفندم، عش الزباين اللي في المحل كلهم على حساب. حاضر، لكن انا اتعشيت. اتعشى كمان؟ ما اقدرش اتعشى. وعلى كيفك؟ ده على كيفي انا. جرسون عشي. حاضر. علشان ايه تدفع لنا الحساب؟ دي اهانه، اعتبرها اعانه. زباين المحل ده قدك وقدود، انت فاكر الزباين ايه؟ بص لهم كويس. شايف النص اللي على يميني بهايم والنص اللي على شمالي حمير. انا مش بهيم. خلاص تعال على شمالي أو كذا.
جرسون افندم. حسابك كام؟ 150 جنيه بس. بس يا راجل راجع حسابك كويس. انا بيتهيألي انهم اكتر. مظبوط يا مان، 150 جنيه. انت ليه بتغسونا؟ انت بتسرق المحل، انت لازم يرفدوك. من فضلك يا بيه، انا عندي ذمه. ايه خلاص خد، ولو رجعت حاجه هخرب بيتك. امرك يا بيه. ودي دول اللي بتوع الاوركسترا وقول لهم اضربوا لي تاني يا مصطفى. امرك يا بيه. انا عايزه تذكار يا حبيبي. وانا. حاضر. وانا. خدي. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. وخمسين جنيه مصاريف سهرة امبارح. 5250 جنيه سيارة جديدة لوكس. 2000 جنيه تمن الشبكة لحبيبتي ناهد. يبقى المجموع 7500 جنيه. المجموع كله 7500 جنيه. يعني العفريت انتصر عليا؟ لا، ده انا لازم اشوف اي طريقه عشان اطير ال 10000 جنيه دول. يا نهار اسكت. هلو لو لو هلو مدموزيل، من فضلك خليهم يحضروا لي العربيه بتاعتي على الباب واطلبي لي شركه الملابس الغذائيه. افندم. ايوه الانسه ناهد شوقي. الو الو ناهد، ازيك يا نهنوتي؟ ايوه مصطفى، امال هيكون مين؟ اسمعي، انا هجيلك بعد 10 دقايق ان شاء الله وجايب لك حته مفاجاه جميله جدا. اتوتاليغ شيغي اوغف. نهارك سعيد يا مدموزيل. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انا سكرتير نقابه فراشين المحلات التجاريه. وصلتنا شكوى من واحد اسمه مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ كان بيشتغل فراش هنا في الشركه واترفض من غير سبب. الاقيه فين من فضلك عشان احقق شكوته؟ في المينا هاوس. بيشتغل فراش في المينا هاوس؟ لا، نازل هناك. نعم. زبون. بلاش يا مدموزيل، انا عايز الشخص الغلبان ده. هو زمانه جاي دلوقتي. عربيته وقفت، لازم هو. هو بيجي في عربية؟ أيوة. عربية الشركة اللي بتوصل البضائع للزباين. هلو لو لو مصطفى. مصطفى. مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ؟ أنا يا فندم. العفو يا فندم العفو. إيش جابك لواحد جربوع زي ده؟ أنا عايز مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. أنا برضه يا فندم. كلام إيه ده؟ ما تكلمي يا مدموزيل. والله العظيم هو حضرته سكرتير النقابة بتاعتكم. أهلا وسهلا. لكن ده لابس فخم قوي. يو هدومك دي يا ابني؟ امال هدوم السفاح؟ ده شيء غريب. اعمل معروف ما تقلبش دماغي احسن، انا سهران للساعه 3 صباحا ولا نمتش كويس. كنت سهران فين؟ في الكباريه. لازم بعد ما بيخلص شغله في النهار بيروح يشتغل في الكباريه بالليل. مسكين، ماهيته مش مكفياه. مش مكفيه مين يا نيله؟ ده انا بروح الكباريه عشان ارقص وهيص. تصور بعد التعب ده كله اصرف بس 250 جنيه شايف النحس. نحس؟ النحس. واذا كنتش منحوس كنت صرفت الفلوس كلها، انما يا ابني ربنا رزقني بحته جرسون.
ذمته انضف بالنظافة. يا ابني روح نملك شوية عشان تفوق. يا اخويا اقعد انت بلاش غلبة، اعمل معروف اكتب لنا وصل بألفين جنيه. ليه؟ للنقابة، انا متبرع للنقابة بألفين جنيه. يلا يلا. صرفت كم من المبلغ؟ 7500 جنيه بالكيلة، وادي احنا كمان زحلقنا 2000 جنيه للنقابة، تبقى المسألة هانت. اتفضل الوصلة اهو. والفلوس اهي. يا قوة الله. بلاش غلبة، الزحلق يا. أنا هتجنن، هتجنن. اتجنن بعيد عن هنا. إيه اللي جاب الراجل ده؟ جاي حقق في الشكوى اللي قدمتها لك في النقابة. ربنا يصلح له عقله. وعلى العموم كتر خيره، على الأقل خد مننا 2000 جنيه. أنا زعلانة منك. ليه؟ عشان رحت سهرت في الكباريه وطبعا رقصت مع ستات. لو النبي رقصت لوحدي. وإيه اللي وداك هناك؟ عشان أبقى أخطر ال 10,000 جنيه، ولا عاوزاني أخسر الرهان؟ تاني مرة ما تروحش هناك لوحدك. حاضر يا ستي. إيه هي بقى المفاجأة اللي أنت محضرها لي؟ غمضي عينيكي. أهو. فتح عينيكي. تسمحي تقبليه ده مني؟ وايه المناسبة؟ يا ناهد انا في الحقيقة انسان وحيد في الحياة، ومحتاج لانسانة زيك تقعد جنبي وتنور علي حياتي. يعني انت اشتريت الخاتم ده عشان اشبكك؟ قلتي ايه؟ في الحقيقة يا مصطفى انت فاجئتني بالطلب ده. عشان تبقي قدام الامر الواقع والشخص الواقع. طب مش احسن تكلم بابا في الحكاية دي؟ احسن برضو. انا هروح بكرة اقابل ابوك الصبح واخطبك من ابوكي، بس عن اذنك علشان الراجل اللي معايا في الرهان عاوز اروح اقابله. ممكن؟ طيب. اقعدي بالعافية. مع شبيك لبيك، خدامك بين ايديك، تطلب ايه؟ شرفت يا جميل المحيا. اما انا طالب منك معروف جامد قوي، نفسي ومن عيني تشوف لي وظيفة كبيرة في شركة الملابس الغذائية، وظيفة تخليني انتقم من المدير اللي وراني المر. نفسي اخلص طاري منه. دي حاجة بسيطة خالص، يلا بينا سوا. لا خليك انت هنا على بال ما ارجع لك، لان انا رايح اقابل ابو ناهد عشان اخطبها منه. عن اذنك، مع السلامة. الله، ايه ده؟ يا ماما، ايه؟ انت عاوزة تتجوزي واحد مجنون يا بنتي؟ اقول له بتشتغل ايه؟ يقول لي بشتغل عند عفركوش ابن برتكوش العفريت اللي كان في الفانوس. عفريت ايه وكلام فارغ ايه؟ ده مؤكد انه مجنون. يمكن بيهزر معاك يا بابا. ابدا، ده بيحلف 30 يمين. ولذلك انا لازم اتصل بالدكتور اللي ساكن فوقنا يجي يشوفه. مصطفى. نعم. انت قلت ايه لبابا؟ قلت له الحقيقة. سألني بتشتغل ايه؟ قلت له مع العفريت اللي طلع لي من الفانوس. عفريت؟ اه. مالك مش مصدقاني؟ لا 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 مصدقاك. الله، طب امال عماله تبصي لي ليه كان انا راجل مجنون؟ لا سلامتك من الجنان، انت مش مجنون ولا حاجه. بس بقى اذا كنت عايزنا نتجوز بلاش حكايه العفريت دي عشان بابا يوافق. بلاش يا ستي، مفيش عفريت، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. طيب طيب، بس بقى خلي الحكايه دي بيني وبينك. صح برضو، لكن والله العظيم طلع لي عفريت. مصطفى. نعم. بابا طلب لك دكتور. ليه؟ اصل متهيألو ان صحتك تعبانة شوية. والله ما تعبانة الا ابوكي، ده انا صحتي برقبتي. ده لازم الدكتور. والنبي يا مصطفى زي ما قلتلك بلاش تجيب له سيرة. خلاص ما تخافيش. مش عفريت ولا حاجة. مفيش. والنبي يا مصطفى. اتفضل يا دكتور. اتفضل. هو حضرته؟ ايوه حضرته. ارجوك تفحصه بعناية وتقدم لي تقرير عنه بكل دقة. طبعا طبعا، بس من فضلك سيبنا مع بعض على انفراد. وهو كذلك. نهارك سعيد. سعيد مبارك. ممكن اسال سيادتك في شويه معلومات بسيطه؟ اتفضل اسال. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى عبد الحفيظ. عبد الحفيظ. عمرك كام سنه؟ 38 في ابريل اللي فات. لا اللي جاي. لا 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 اللي فات اللي فات. متجوز؟ لا والله لسه ما اتجوزتش. الله،
امال اتجننت من ايه؟ اتجننت؟ ده انا عاقل يا دكتور عاقل. ايوه انت عاقل عاقل. ما اصبتش قبل كده بامراض خطيره؟ لا والله هم كلهم شويه انفلونزا شويه برد شويه مغص كله عيا ابتدائي. يعني ما حصلكش قبل كده انحطاط نفساني او تصدع في المخيخ؟ هو مين يا استاذ ده؟ انا صحتي زي الحديد، ده انا اقرقش الزلط. لكن قالوا لي ان سيادتك بتقول ان في عفريت بيطلع لك من الفانوس، قول لي ايه حكايه العفريت دي؟ عفريت ايه يا دكتور؟ اللي بيطلع لك من الفانوس. انا طلع لي عفريت؟ لا اسمح لي، ده انت تعبان قوي. تعالى تعالى، لا حول ولا قوه الا بالله. اقعد يا بابا اقعد يا شاطر اقعد. انت اسمك ايه؟ زهني عبد الله. عندك كام سنه؟ 40 سنه. ما جالكش انحطاط في المخيخ؟ تلخلخ نفساني؟ يا استاذ خلينا في العفريت. عفريت مين يا دكتور؟ انت تصدق ان في عفريت يطلع في القرن العشرين؟ العفاريت دي كانت زمان ايام كتاب الف ليله وليله. غريبه، لكن سيادته قال لي انك انت بتشوف عفريت. اصله تعبان شويه عشان كده اخترع حكايه العفاريت دي. اذا هو اللي ايوه هو اللي فست. امال ايه؟ ازاي الحال يا دكتور؟ ازيك انت يا استاذ، ازيك انت؟ انا كويس. هو قالك على حكايه العفريت؟ يا عزيزي انت لازم تغير هوا، انت اعصابك تعبانه جدا. انا ولا هو؟ هو كويس جدا، قال له ما جابليش سيره العفريت. نهاركم سعيد. مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. امال ايه اللي كنت بتقوله لي قبل ما يجي الدكتور؟ يا راجل بهزر معاك، تقوم تاخد الحكايه جد؟ بقى كده؟ الله يجازي شطارك. يعني حكايه العفريت دي يعني كده؟ انا مسألة دعابة هزار. الحمد لله. يخرب بيتك. ايه ده؟ انت بتشتمني؟ العفو يا سيدي، انا بقول له هو. تقول له هو؟ هو في حد غيري وغيرك هنا؟ اصل ما حدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك انت يا مصطفى. طب انكشح بقى، انا سيح دمك. سيح دمي؟ انت عطلت لي تسيح الدم يا سيدي. انا ما بقولكش انت. امال بتقول لي مين للباب للشباك للعفريت؟ عفريت؟ انت رجعت تاني للعفريت؟ لا هو اللي رجع لي من غير مناسبه. هو فين؟ فين هو؟ قدامك اهو. انا مش شايف غيرك انت. انا جاي استعجلك عشان رايح مشوار قريب لغايه جنوب افريقيا. رايح جنوب افريقيا؟ افريقيا؟ انا جبت لك سيره جنوب افريقيا؟ ازاي الدكتور يقول عليك عاقل؟ عاجبك كده وش النكد؟ ما تزعلش، انا هصلح لك كل حاجه يا مصطفى، هعينك في وظيفه كبيره. يلا بينا. يلا يلا يا حبيبي. في جدول اعمال النهارده جواب مهم قوي هقراه لكم. صباح الخير. صباح الخير. يبقى تاني مرة ما تتأخرش. حاضر يا فندم، كل أسف. السيد رئيس مجلس إدارة شركة الملابس الغذائية، علمت أن الشركة ستطرح للبيع 50,000 سهم، ويسرني أن أبلغكم أني على استعداد لشرائها ودفع الثمن دفعة واحدة، بشرط أن يعين صديق الأستاذ مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ. مصطفى الفراش بتاعي هلولت تكسحت في وظيفة محترمة بالشركة. الإمضة عفركوش ابن برتكوش. إيه الاسم الغريب ده؟ عفركوش ابن برتكوش، ده معقول يكون اسم؟ ده اسم مركب، اسم نصاب لازم يسكن. على كل حال دي جات لنا نجدة من السماء. أنتوا عارفين إن إحنا محتاجين للمبلغ ده لتغطية مركز الشركة المالي. أنا موافق، وأنتم؟ موافقون. في الحالة ديت نعين مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ مديرا لاعمال الشركه بدلا من مرسي. موافقون. هزلت وزبلت وتنجلت. مبروك، خلاص يا سيدي اتعينت مدير اعمال الشركه. اتفضل اتفضل، روح استلم وظيفتك يا سفسف. افندم عمال اضرب لك في الجرسات من الصبح، ما جيتش ليه؟ قاعد على ودانك؟ انا يا فندم جيت على طول لما سمعت الجرس. خد الصوره المقرفه دي ارميها بره. انا اعصابي تعبانه مش عارف ليه تعبانه. وشك عشان ايه يا فندم؟ تسديد حساب. وشك 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 وشك.
رقم جامد قوي. يا جناب المدير، انت شرفت وشي بلمس صوابعك الكريمه، انا اشكرك من اعماق فؤادي المحتقن. معلش محتقن محتقن، انقشع انقشع. بونجور مادموازيل ناهد، اتفضلي عودي اتفضلي. العفو يا حضره المدير. مدير؟ مدير ايه وهباب ايه؟ لما نبقى مع بعض شيل التكليف. العفو يا حضره المدير، ده انا موظفه بسيطه في الشركه. طب انا كمان موظف عندك. يا خبر ازاي يا فندم؟ الله، احنا مش هنتجوز؟ انا جايبه لحضرتك كشف الماهيات، اتفضل عن اذنك. ايه اللي جراها؟ ده انا كنت فاهم انها هتحبيني لما هبقى في المركز ده. انا عصبي عصبي ازاي مش فاهم؟ ليه مش فاهم؟ افندم جناب المدير، انا عصبي عصبي جدا، اديني وشك يا بيدا. انت سيد غاوي، انت يا مرسي بتنبسط لما انا بضربك؟ جدا جدا. طب بالعند فيك مانيش ضربك يا جناب المدير. انا شايف ان جهازك العصبي متعب مرهق، لازم لك شويه ترفيه، شويه بوبينيزم اعصابك تستريح. سهره جميله، قعده ظريفه، وبالشكل ده تستريح اعصابك وتهدى. اه فعلا فعلا. سيب الحكايه دي عليا، انا هوضب لك سهره العمر يا جناب المدير. وانت لك علي حرقعك 80 قلم علشان اعصابك تريح. اشكرك اشكرك. طيب تسمع تنقشع؟ تسمح لي بس اقول لك اخر كلمه، انت اللي نادي معزوم عندي في البيت. طيب تسمع تنصري؟ اشكرك اشكرك.